عارفين قولي مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اهدنا وفقنا إلى الحق وإلى صراط مستقيم. ببركة القرآن العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم زيننا بزينة القرآن، وأكرمنا بكرامة القرآن، وألبسنا بخلعة القرآن، وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن، وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا، وفي القبر مؤنسا، وفي القيامة شفيعا، وعلى الصراط نورا، وإلى الجنة رفيقا، ومن النار سترا وحجابا، وإلى الخيرات كلها دليلا، وإماما بفضلك وجودك وكرامك يا كريم. اللهم اهدنا بهداية القرآن، ونجنا من النيران بكرامة القرآن، وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن، وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل وإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين. تقبل الله منكم إنا ومنكم تقبل يا كريم. Oke, tanya Dani kali kedua kan? Adanya kali pertama kan? Oke, angkat Quran, peluk Quran. Dani ada tengah-tengah adanya? Kamera, tengah-tengah kamera. Lagi sikit. Okey, Ustazah nak tangkap gambar. Pegang Quran. Kalau ini, ikan pun. Belum Quran. Gelap. Cuma dah ni betulkan. Betulkan kamera. Tu. Gelap pula. Saat ni cerah. Okey, 1, 2. Tengok depan. 1, 2, 3. Senyum sikit ya. Dah boleh jadi imam dah, dah boleh ajar adik dah. Okey, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Untuk kebaikan diri dan semua kawan-kawan cepat pandai baca Quran. Okey, Tanya. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Quran.
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحما. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجتين. Yeah.